لو انا ظهر في حياتي حد في الوقت اللي كنت بصلي لربنا انه يبعت لي صاحب يعني من ايده ومن اولاده، وظهر لي حد دكتور ومن عيله وطلب نكون اصحاب، وبعد كده اعترف لي بحبه وانا كمان حبيته، وبعد كده لقيته بيطلب مني طلبات غريبه زي مثلا يبعت لي صور لجسمك وصور مصيف وصور عريانه لجسمك وحاجات كده، وانا عملت له بلوك وقطعت معاه خالص، بس انا لسه جوايا مشاعر دي، اعمل ايه عشان اتخلص منها؟ وهل هو حبني فعلا ولا لا؟ انتوا ايه رايكم، حبها؟ لا طبعا خالص خالص. ده يا بنتي انا مبسوط انك بعتت السؤال ومبسوط انك عملت بلوك من غير ما ارد، من قبل ما ارد عليك. انت انسانه عظيمه وانسانه بنت ربنا بحق وحقيقه. الراجل ده بالرغم من دكتور بكل اسف يعني، الا انه يعني عاوز يتسلى بيكي، ده لو بيحبك صحيح هيقول لك صوري لي نفسك وانت عريانه؟ انت عريانه؟ ايه ده؟ احنا فين الحته ده؟ ايه الاخلاقيات دي؟ دكتور ايه ده؟ اتعلم ايه ده؟ المفروض الانسان ده لو سمعني يتوب عن اللي هو فيه ده. ده لو خطيبك رسمي ولبس الشبكه خالص وصلي له في الكنيسه وطلب منك الطلبات دي تقلعي الدبله وترميها في وشه على طول. ده مش بيحبك انت، ده بيحب ايه؟ جسدك، بيحب جسدك، ياخد اللي في مزاجه وبعد كده يرميكي، مجرد خدمه في البيت. انا مبسوط منك جدا جدا يا بنتي، انت بنت ربنا صحيح، لكن الولد ده مش كويس ومش هينجح في حياته. لو ما تابش عن اللي هو فيه ده، عن الفكر ده، مش هينجح في حياته. ده ممكن يتجوز واحده ها تربيه، ده هتنسيه اليوم اللي اتولد فيه. ده في ستات قويه بعيد عنكم. ده واحده مره بعتت لي سؤال وانا جاوبت عليه هنا، انها بتضرب جوز، بتقول لي انا بضربه عشان هو غلبان وطيب. عشان غلبان وطيب تضربيه؟ في ستات قويه بتضحكوا طبعا، بيقول لك ما يقع على الايه؟ الشاطر. طيب هو محتاجين كام يوم نصلي عشان ربنا يرد علينا؟ حاجه مش ممكن. ادو انتوا ضحكتوا، ادو انتوا ضحكتوا، قلت انا حاجه. محتاجين كام يوم نصلي عشان ربنا يرد علينا؟ لو عايزين نعرف مشيئته في حاجه، احنا مش هنشترط على ربنا يرد علينا امتى، لكن لما نصلي لربنا ونطلب منه طلب، نطلب من ايه؟ من القلب. يقول معلمنا يعقوب رسول الله، الذي يطلب يطلب وهو غير مرتاب البتة، يعني غير متشكك البتة، يطلب بإيمان إن ربنا هيسمعه وهيلبيله طلبه إذا كان حسب مشيئته. فما نحددش لربنا يا إخواننا مواعيد، ما يصحش. إيه ده؟ لو بطلب من واحد مسؤول خدمة ما أقولوش هتخلصها لي إمتى، هل أنت مستعجل؟ شوف حد غير. لكن ربنا مش كده، ربنا أب، أب بمعنى الكلمة، أب إحنا جدا. عشان كده قال أكدنا على حتة أبوته دي، قال إيه؟ لما تيجوا تصلوا قولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات. فما نحددش ربنا وقت، لكن لما عايزين نعرف مشيئته بنصلي ونقول رب اكشف لنا، وبنلجا الاب لاعترافه ونقول يا رب نصلي من اجل الموضوع الفلاني، ربنا يكشف الموضوع ايه. فممكن ربنا يكشف ليكم انتوا عن طريق حاجه معينه، ممكن ربنا يكشف عن طريق اب الاعتراف كده يعني، لكن بيكشف اب بيكشف في الوقت اللي هو شايفه مناسب يعني. وانا اترككم قصص قبل كده حصلت ازاي ربنا كان بيكشف فعلا مشيئته في موضوعات كتير جدا جدا يا احبائي. قلت لكم حكايه البنت اللي كانت هتتجوز وجت هي وخطيبها قبل الاكليل باسبوع، جت لي هنا وبعدين قالت كنت كانت لسه هنا اوضه ما كانش فيها، فجت لي هي وخطيبها قالوا يا ابونا فاضل اسبوع، الاسبوع الجاي الاكليل بتاعنا، هتشائم جدا لو قصتك ما جتش تحضر الاكليل. انا قعدت كلام زي كده بقى كتير. قلت يا بنتي انا انت لما قلت له اول ما حجزت الكنيسه انا ايدته عندي في الاجنده وحاجه ان شاء الله، صح جاي زي مش من الاول لكن حاجه ان شاء الله. ربنا طب يا ابونا كتر خيرك. بعدين خرجت صليت لهم وخدت عريس خطيبها وخرجوا. لقيتها سابت عريسها بره ورجعت لي تاني، قالت لي يا ابونا ممكن اطلب منك طلب؟ انا قلت حاجه جايز ناقصه في الجهاز سريعه وكده. قلت يا بنتي عايزه ايه؟ قالت لي ممكن تقعد معاها وتقول لي رايك فيه ايه؟ قلت لها رايي فيه ايه؟ انت مش قلت لكم بعد اسبوع يا بنتي؟ قالت لي ايوه. قلت لها انتوا مش وديتي فرشت الشقه؟ قالت افرشناها. عملت كروت وزعتوها؟ قالت لي اه. طب ليه يا بنتي حجزت كنيسه؟ قالت طب ليه يا بنتي ما تخليش تاني يلعب في دماغك ويعمل لك سجس؟ ما عرفتوش المده دي كلها؟ قالت لي بص يا ابونا
انا واثق ان ربنا هيتكلم على لسانك، ده ايماني. فلو سمحت انا مش بطلب منك مستحيل، اقعد معاه. لو قلت لي الاله هتجيب لي حقها، قلت لي خديه، يبقى انا يبقى ده من ربنا، حتى لو طلع وحش يبقى اوحش حاجه يعني، احسن الوحش الوحشين. لقيت ايمانها عجيب جدا. قلت له طب هاتيه. جابته، كنا في الهيكل في الاوضه اللي كانت هنا، وبعدين جبته في الهيكل الوسطاني. كان الكلام ده بعد قداس يوم السبت، وخدته وقعدنا على الارض جنب المذبح. قلت له هتيجي يا ابونا؟ قلت له ان شاء الله يا ابني. قلت له ايه؟ لقيت نفسي بساله سؤال طبعا، وانا من هنا لهنا رفعت قلبي وغمضت عيني. قلت له يا رب يسوع، انا مش هقول راي، دي اكل لهم بعد اسبوع، ما ينفعش اقول راي شخصي في الوقت ده، وما ينفعش فعلا. قلت له يا رب انت اكشف بطريقه قاطعه الجواب ده تتم ولا لا. انا مش هقول حاجه. خدته وقعدنا، بس قلت له عامل ايه معنى سايبك؟ سؤال غريب جدا. واحد اكل له بعد اسبوع اقول له عامل ايه معنى سايبك؟ لقيت الرد بقى غريب، قال لي ابوها مش هيشوف وشها. ليه يا ابني؟ انت مش ما هو ده اللي رباها وخلاها بنت كويسه كده وانت خدتها؟ قال لا، دوخني في الخطوبه وانا هوريه الدخ، مش هخليه يشوف وشها. فصرت في اول امتحان لقيت نفسي مقاد ان انا اساله السؤال الثاني ده. قلت له طيب انت مقتنع بها كم في الميه؟ واحد يكله بعد اسبوع بذمتكم ده سؤال الواحد يساله؟ انا لو فكرت بعقلي ده مش هساله. واحد يكله بعد اسبوع جايين ياكدوا عليا لازم احضر، هقول له انت مقتنع بها كم في الميه؟ لكن ربنا املاها عليا ان انا اقوله، مش بمزاجي، صدقوني مش بمزاجي. فقلت له انت مقتنع بها كم في الميه؟ عمل لي كده صدقوني. قلت له ديت يا ابني انت لسه بتفكر مقتنع بها وانت اكلك بعد اسبوع؟ انت جنب مذبح ربنا. قال لي انا اقول لك بصراحه. قلت له يا ابني انت جنب المذبح يا ابني، احنا قاعدين في الهيكل وجنب المذبح. قال لي بصراحه 70%. 70% قليل طبعا، واكلوه بعد اسبوع. قلت له طب يا ابني امال لما تتجوزها هتبقى مقتنع بها كام في الميه؟ قلت هيقولك مثلا 80 ولا 90. لقيته بيقول لي بصراحه. قلت له اه طبعا. قال لي 30%. شفت عملته ايه؟ 30%. قلت له حي هو اسم الرب الهي ما انت متجوزها. قال لي ايه؟ قلت له حي هو اسم الرب الهي ما انت متجوزها. قلت له يا ابني انت متجوز جوازه تخليص حق، حاجه غريبه جدا يا ابني، ما دام مش مقتنع بها غير 30% بتتجوزها ليه يا ابني؟ ما تسيبها واحد يبقى مقتنع بيها على الاقل 80% يعني، لكن 30% يا ابني حرام عليك. انت مش كويس ليك، انت مش ليك، انت مش كويس تبقى عايش مع واحده مش مقتنع بها غير 30% ازاي يا ابني؟ حرام عليك نفسك وحرام عليك البنت، من مصلحتك انك ما تتجوزهاش. يلا بينا. خدته رحت لها قلت لها لا الدبله، راحت قلعها بصراحه يعني، راحت قلعها حطها في الشنطه عشان الحاجات الماديه بقى دول هم الاهالي بقى يتصرفوا مع بعض فيها، ماليش دعوه. قالت لي ايه يا ابونا؟ قلت لها سالته عن اهلك، قال لي كذا كذا. فهي عدتها، ما في بنات عارفه انها لما هتتجوزوا هتنسيه اللي خلفوه يعني، وهتضموا لاهلها. في فعلا بقى بتعمل كده، في بنات بتتصدم بالواقع، ما علينا يعني. فالمهم دي عدتها. قلت لها بقى ده مقتنع بيك 30% ديت؟ راحت بصت له كده وعامله بايديها الاثنين كده في ذهول، كانت الصدمه النفسيه بالنسبه لها. عملت له كده وبرقت له كده، هو بمنتهى البرود منتهى البرود راح ضاحك وقال لها يعني ابونا ابراهيم ربنا كشف له بقى ان احنا مش هننفع لبعض، نسمع كلامه. بتضحكوا طبعا، ليكوا حق، هم يبكي وهم يضحك. قالت له كمان ده انا اللي الحيت عليه اني اقعد معاك بالسهوله ديت، وطبعا انتهى الموضوع والجوازه ما تمتش. فالصلاه بتكشف الجوله الصلاه من القلب.